مرحبا، أنا جاد، عمري 8 سنين، طالع على الصف الثالث. مرحبا، أنا نور، عمري 5 ونص، طالع على الصف الأول. جاد، كيف كانت السنة الدراسية الماضية؟ منيحة، استفدت أشياء وتعلمت أشياء ما تعلمتها بصف أول. وشو توقعاتك للسنة الجديدة إن شاء الله؟ متوتر كثير عشان الامتحانات، فإن شاء الله أنجح. إن شاء الله، يعني رح تدرس للامتحانات؟ بلا عطلة إن شاء الله. وكيف العطلة الصيفية بين الصف الثاني إلى الثالث، كيف تقضيها؟ منيح، أحضر ألعب، عندي أختي نوف ألعب معاها، عندي كثير أشياء أعملها. نوف، كيف كانت السنة الدراسية معك؟ حلوة، مبسوطة، كان مدرس يخلون نلون نرسم. شو توقعاتك للسنة الجاية صف أول؟ لا أكون ناجح، يكون عندي بنات صف جدا.